كارلوس تيفيز من طفل مشرد إلى خلافة مارادونا. علمتنا الحياة أن تلك العبارات تبقى كلمات حالمة حتى يقرر أحدهم أن يصنع بها واقعه. الحياة لا تشبه السينما في النهايات السعيدة دائما، لكن هناك حالات تشهد حدوث ذلك. كرة القدم مجرد قطعة جلد منفوخة تركلها الأقدام فيما بينها، ولكنها أحيانا ما تعكس مثل هذه الأشياء التي نبحث عنها في واقعنا. أهلا بك في فصل جديد تعود فيه كرة القدم إلى مهدها، حيث ننسى قليلا انبطاحها أمام الرأسمالية وتحولها إلى نشاط استثماري تستفيد منه الحسابات البنكية في المقام الأول. كارلوس تيفاز هو لاعب يعرفه الجميع، حتى هؤلاء الذين لا يحبون كرة القدم لابد أنهم سمعوا اسمه يوما. الرجل الذي ولد في أفقر إحياء بيونس آيرس بالعاصمة الأرجنتينية، ثم صنع قصته بنفسه وأنهى معاناته، ثم عاد ليصنع الجدل في مسيرته مع الكرة، ثم تاه مع الزمن، وقبل لحظات من أن ينساه العالم خرج علينا بلقطة جديدة تغيرت فيها ملامحه بفعل مرور السنوات، ولكنه احتفظ بالصورة نفسها التي انطلق منها بعلامة مميزة في صدره ورقبته، والأهم من ذلك احتفظ بقلبه الذي لم تغيره الحياة. أهلا بك مرة أخرى. في الخامس من فيفري 1984 ولد كارليتوس في ضاحية سيوداديلا بمدينة بيونس آيرس، وترعرع في حي إرجستو دي لوس أنديس والمعروف باسم فورتي أباتشي، ومن هنا حصل على لقب الأباتشي فيما بعد. ورغم أنه لم يفقد والديه فعليا، فإنه لم يعش معهما، إذ كانا يعملان في تجارة المخدرات التي تفرض حياة المعارك والاختباء ليتبناه خاله سيغوندو تيفيز، الذي حمل اسمه واعتاد أن يناديه بابا. تذكر اسم هذا الرجل جيدا، لأننا سنعود إليه لاحقا، وبالأحرى لأن كل شيء سيبدأ من عنده. الحياة في هذه الأجواء لم تكن سهلة على الإطلاق، فأن تكون طفلا في حي يعج بتجار المخدرات وحروب العصابات، فهذا يعني أنه عليك تحمل الكثير من الرعب قبل حتى أن تدرك معناه، ولكنه سيخيفك بطبيعة الحال. وجه تيفاز قادر على أن يخبرك بكل شيء، حرق في رقبته وأسنان معوجة نتيجة لكسر بعضها. الحرق أتى بصنع ماء ساخن أصابه وهو يبلغ من العمر 10 أشهر، فتأثر به صدره وعنقه، بينما أحد الشجارات المعتادة من أجل المال تسببت في تحطيم أسنانه، كان ذلك في سن 11، فضلا عن مقتل صديقه المقرب برصاصة في الرأس، كل ذلك قبل أن يتولد لديه ما يعرف بالإدراك. الجدير بالذكر أن كارليتوس رفض إجراء أي عمليات تجميل لإزالة تلك الآثار، ورغم كثرة العروض فإنه كان يرد دائما بكلمة واحدة: عليك أن تقبلني كما أنا. هذه الدروس التي تحدث عنها فيما بعد لم يكن ليدركها حين كانت طفلا، بل إن توابع الحياة وما حدث بعدها تسبب في أن تتحول شخصيته إلى شيء آخر، ليستفيد من معاناة الطفولة ويصبح أكثر صلابة. ولكن بين هذا وذاك هناك شعرة ما بين السقوط للقاع وما بين البطل الذي يستطيع الحديث عن معنى الاحترام والتواضع والتضحية. تيفاز لم يكن طفلا محبا لكرة القدم، بل إنه أكد ولعه بالغولف واستمتاعه بممارسته ومتابعة مستجداته أكثر من كرة القدم، ولكنه وقع في حب المستديرة كأداة للهرب من المعاناة والمخدرات وعمليات السطو. كان يجب أن يفرغ الضغط ويركل آلامه مجسدة في تلك الكرة، ومنها صنع قصة نجاحه التي أنقذته من الضياع وجعلته يستطيع إنقاذ والده فيما بعد، حين دفع له 40,000 يورو لتحريره من عصابة اختطفته. وهو حادث أصابه بالاكتئاب في نهاية فترته مع مانشستر سيتي، فضلا عن كونها سبب في أن يحيا هو وعائلته حياة سوية ويبتعد بهم عما عانى منه في مسقط رأسه. يقول كارلوس تيفيز: في طفولتي كانت هناك أوقات صعبة، عندما يأتي الظلام تنظر من النافذة فترى مناظر مرعبة، وبعد ساعة معينة لا يمكنك الخروج إلى الشارع. كنت أستطيع أن أبدأ المخدرات ثم ينتهي بي الأمر في القاع. بالرغم من ذلك كانت طفولة لطيفة، تعلمت منها الاحترام والتواضع والتضحية.
القصة الفعلية لكارليتوس مع كرة القدم بدأت سنة 1989، العام الذي شهد إحدى المحطات المؤثرة في حياته. وقتها كان لا يزال في الخامسة من عمره، وفي يوم قرع مدرب فريق نيو ويلز أولد بويز للناشئين نوربرتو بروباتو باب منزل باب سيغوندو تيفيز، ذلك الرجل الذي أخبرناك بأن تتذكره جيدا لأن كل شيء سيبدأ من عنده. بروباتو جاء لإقناع الأب الفعلي لتيفاز بأن يتركه يلتحق بمدرسة الكرة بالنادي، ولكن سوغوندو لم يكن يملك ثمن شراء حذاء رياضي للطفل. حلت الأزمة بعدها، والتحق كارليتوس بنيوبولد أولد بويز، وفي أسرة تضم رجل وزوجة وأربعة أبناء كان هو خامسهم. أصبح يمثل مساعدة مادية لسيغوندو من خلال كرة القدم، إذ بات يحصل على راتب يقدر ب200 يورو أمريكي، 200 دولار أمريكي، وهو مبلغ جيد للغاية مقارنة بظروف حياتهم وقتها. قضى تيفيز مع نيوبولد أول بويز 5 سنوات قبل أن ينضم لنادي الشعب بوكا جونيورز، ومن هنا يبدأ كل شيء في التحول إلى المسار الصحيح. في البداية أخذت بعض المعوقات لتلقي بظلالها، إذ عاد كارلوس من إحدى الحصص التدريبية للبوكا ليتفاجأ بأن الأب سيغوندو قد باع منزله بسعر متدن وخسر وظيفته كذلك بفعل تأثير الأزمة الاقتصادية. ولكن بمرور السنوات انتقل تيفاز إلى كورنتيانز ومنه إلى أوروبا ليعوض هذه العائلة عما عانته. تذكر أن قلب كارليتوس لم يتغير كما نوهنا في البداية. يحكي كارلوس بيانكي المدرب الذي حقق معه تيفاز أغلب ألقابه بقميص البوكا عن سبب نجاحه، حيث أرجع ذلك للتعطش الدائم والرغبة والقتال الذي يتمتع بهم. هذه الأشياء نستطيع أن نراها في مسيرة الأباتشي في إنجلترا وإيطاليا، وكيف تولدت لديه القدرة على العودة في كل مرة يبدو كأنه قد انتهى. ولكن تمتعه بهذه الخصال منذ طفولته هو ما كان سببا في بدء القصة وفي كل ما حدث بعدها، وتحديدا بعد لقطة التحول الأولى التي كادت تحول بينه وبين كل ذلك بسبب ثمن حذاء لم يملكه. عليك أن تراه يركض في الملعب لتفهم. كان مختلفا عن الآخرين، يقاتل على كل كرة وكأنها الأخيرة، هو متعطش دائما. في الأرجنتين الأمور ليست مجرد كرة قدم. في بوكا جونيورز تحديدا الصراع هنا طبقي بين جماهير البوكا التي تسكن أحياء بيونوس آيرس، وبين جماهير ريفر بليت التي تعيش على ضفاف نهر لا بلاتا. الأول يمثل الطبقات الكادحة والثاني يمثل الطبقات الأرستقراطية، وعلى ذلك تكون المواجهات بينهما مسألة صراع بين الفقراء والأغنياء، وكلاهما لا يقبل خسارته لصالح الآخر. هذه الأمور أعطت لدييغو أرماندو مارادونا شعبية كبرى في الأرجنتين، إلى جانب ما فعله في كأس العالم 1986 بالطبع. ولكن ما يجعله أقرب لأبناء الطانجو من ميسي مثلا هو إحساسهم بأنه ولد وترعرع بينهم وعانى مع البوكا ويلات هذا الصراع وانتصر لهم في كثير من المناسبات، عكس البولغا الذي عاش أغلب حياته في برشلونة. لذلك فالرقم 10 في بوكا جونيورز يعني وسام الشرف. أشياء قد تبدو مبالغات بالنسبة لنا، ولكنها بالنسبة لهم هي ليست كذلك على الإطلاق. مع انضمام كارلوس تيفيز إلى بوكا جونيورز والأداء الذي قدمه في البداية منح الرقم 10. كان تيفيز يحمل وجها شبيها لأبناء بيونس آيرس الذين ولد بينهم. احتفالاته وتصرفاته وكل شيء يقوم به يشبههم. لذلك فإنه خير من يستحق وسام مارادونا بالنسبة لهم. فعرف هناك بلاعب الشعب، الأمر الذي ظل كارليتوس يقدره فيما بعد وإلى يومنا هذا. حتى إنه حين انضم إلى يوفنتوس وحمل الرقم 10 الخاص بديل بييرو أعرب عن سعادته، ولكنه لم ينسى أن ذلك لا يضاهي ما حدث في بوكا جونيورز قبل أن يصبح هو تيفيز الذي يعرفه العالم اليوم. في لا بومبونيرا لعب تيفيز 3 مواسم، تلك التي اكتسب فيها شعبية كبرى نظرا للتألق الكبير الذي حدث خلالهم. ورغم أنه لعب 75 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وفاز بلقبي كوبا ليبرتادوريس والإنتر كونتيننتال كأس العالم للأندية بالنظام القديم على حساب ميلان، فإن اللقطة التي عنونت حقبته الأولى كانت في 2003،
حين حسم لقب الدوري الأرجنتيني لصالح البوكا وصعد ليتعلق بالأسلاك الحديدية حول مدرجات لا بومبونيرا محتفلا باللقب مع الشعب في لقطة لم يكن يعلم أنها ستتكرر بعدها ب17 عاما، لتجعل العالم يعود ليشاهد ما حدث في 2003 حتى هؤلاء الذين لم يهتموا به وقتها. من بوكا جونيورز انتقل تيفيز إلى كورنتيانز البرازيلي مقابل 18 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم للغاية في ذلك الوقت، خاصة إذا تحدثت عن صفقة لا تدخل أندية أوروبا كطرف فيه. كان ذلك سنة 2005، لم يقض كارليتوس وقتا طويلا هناك واكتفى بموسم واحد لم يمر خلاله مرور الكرام، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري البرازيلي وسجل 25 هدفا في 38 مباراة قبل أن يرحل إلى ويست هام يونايتد في صفقة أثارت الكثير من الجدل في إنجلترا والعالم أجمع. في البداية بدأ الأمر أشبه بمزحة، الزمان كان صباح الآخر أيام الميركاتو الشتوي لسنة 2006، إذ أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اقتراب أهم موهبتين في أمريكا اللاتينية من الانضمام إلى ويست هام يونايتد. وكان رد فعل ألان بارديو المدير الفني للنادي وقتها مفاجئا، حيث أشار إلى أن هناك مجرد سخافات وأن ذلك لن يحدث أبدا. الآن لا نحتاج إلى أن نخبرك أن هذا الأمر حدث بالفعل، حيث تمت واحدة من أكثر صفقات الانتقال إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإنجليزية بسرعة مذهلة. وفي الساعات الأخيرة من الميركاتو انضم كارلوس تيفيز وخافير ماسكيرانو إلى ويست هام يونايتد قادمين من كورينتيانز البرازيلي ليبدأ بعدها فصل جديد. شيفيلد يونايتد كان بطل الأزمة وقتها، حيث هبط النادي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية بعد صراع مع ويست هام. المباراة التي تسببت في بقاء الهامرز كانت الأخيرة في الموسم، والتي جمعتهم أمام مانشستر يونايتد وحسمها كارلوس تيفيز بهدف أبقى فيه به الفريق في البريمير ليج وتسبب في هبوط شيفيلد، ليتظلم الفريق الهابط إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بحجة أن تيفيز وماسكيرانو لم يحق لهما المشاركة مع فريقهما الجديد، وذلك لأسباب تتعلق بملكية عقدهما لطرف ثالث. السبب هو أن ما يسمى بالحقوق الاقتصادية لكل من ماسكيرانو وتيفيز مملوكة لأربعة شركات يمثلها رجل الأعمال الإيراني الأصل والبريطاني الجنسية كيا غوراباتشيان، الرجل الذي كان من المنتظر أن يقوم بشراء ويست هام، وبناء على ذلك تولد اعتقاد بأن تيفيز وماسكيرانو قد توقعا تغيير المالك والمدير الفني، ليعلن تيدي شيرينغهام أحد أكثر لاعبي ويست هام خبرة في ذلك الوقت أن الفريق بات في ورطة حقيقية بعدما تعطل كل شيء عدا انتقال الثنائي اللاتيني إلى النادي اللندني. خلال هذه الفترة عانى تيفيز من صعوبة التكيف مع الثقافة الأوروبية، وفي الوقت الذي بدأ ماسكيرانو تعلم الإنجليزية جلب النادي مترجما فوريا لتيفيز الذي لم يكن يمتلك الاهتمام أو الاستعداد للقيام بذلك. ورغم خضوع الأباتشي لتدريبات إضافية من أجل تحسين مستواه، فإنه ظل يقدم أداء مهتزا ويتفنن في إهدار الفرص السهلة، لينتهي الأمر ذات مرة بترك اللاعب الملعب اعتراضا على قرار استبداله في إحدى المباريات قبل أن يوقع عليه النادي عقوبة تركها لقرار اللاعبين، واختاروا أن يجري النجم الأرجنتيني الحصة التدريبية بقميص المنتخب البرازيلي. هذه الأزمات انتهت بأداء مميز لتيفيز قاد به ويست هام للبقاء في البريمير ليج، حيث سجل 6 أهداف حاسمة في آخر 10 مباريات، منها الهدف الأبرز في مرمى مانشستر يونايتد. ومستقبلا توصل إلى حل للأزمة بين ويست هام وشيفيلد يونايتد من خلال تسوية مالية دفع فيها الهامرز نحو 20 مليون يورو لشيفيلد و5.5 مليون يورو كغرامة دون أن يلغي هبوط النادي المتضرر. وعلى ذلك انتهت رحلة تيفيز القصيرة بنهاية سعيدة جاءت عقب بداية صعبة، لينتقل إلى مانشستر يونايتد بحثا عن بريق أكبر. في صيف 2007 انضم تيفيز إلى مانشستر يونايتد ليكمل مثلث الأحلام رفقة كريستيانو رونالدو وريني، ثلاثي هجومي قدم أرقاما مميزة ومنح كل منهم الآخر الفرصة للظهور بأفضل شكل ممكن. كان ذلك في الموسم الأول فقط، حيث أصبح حبيسا لدكة البدلاء في الموسم الثاني بسبب انضمام بيرباطوف إلى الشياطين الحمر.
الفوز بالبريمير ليج مرتين والتتويج بدوري أبطال أوروبا مرة كان محصلة مسيرة تيفيز القصيرة مع الشياطين الحمر قبل أن يرحل إلى مانشستر سيتي صيف 2009 كأول لاعب ينتقل بشكل مباشر بين قطبي المدينة منذ تيري كوك، والذي كان قد انتقل من اليونايتد إلى السيتي قبلها ب11 عاما في سنة 1999. بعد موسم واحد في مانشستر سيتي بدأ تيفيز يدخل في أزمات مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني. في هذه اللحظة فكر كارليتوس في إنهاء مسيرته وإعلان اعتزاله تماما كما كان يفعل كلما اتخذ قرارا خاطئا حسب ما اعترف به، خصوصا بعدما سد السير أليكس فيرجسون باب العودة إلى اليونايتد في وجهه ليشعر أنه بات قريبا من النهاية، حيث يقول: عندما انتقلت إلى مانشستر يونايتد شعرت أنني حققت أحد أهم أحلامي، لكن بعد فترة قصيرة شعرت أنه ليس منزلي ولن يصبح كذلك، والسبب هو وجود العديد من الأشخاص المغرورين. المغامرة التي أضافتها حقبة مانشستر سيتي لمغامرات كارليتوس كانت الفوز بالبريمير ليج سنة 2012، حيث كان اللقب الأول للسيتي على مستوى الدوري منذ 44 عاماً. ولكن اللقطة التي لم تكن ها هنا، بل كانت في الرد على تصريحات السير أليكس فيرجسون الذي قال إنه سيموت قبل أن يفوز تيفيز بالدوري الإنجليزي مع السيتي، ليرد عليه بروح الولد المشاغب الموجود بداخله من خلال اللافتة الشهيرة والتي كتب عليها فيرجسون: ارقد في سلام. هكذا انتهت تجربته في إنجلترا تلك التي أصيب خلالها بالاكتئاب بعد عام احتجاز الأب سيغوندو من قبل إحدى العصابات بيونس آيرس، ليقدم أداء شاحبا في موسمه الأخير خصوصا، ثم ينتقل إلى يوفنتوس مقابل 8 ملايين يورو فقط في خطوة مفاجئة لم يكن يتوقع منها الكثير، نظرا لأن اليوفي وقتها كان يبحث عن إعادة إحياء من تخطوا 30 أحيانا دون جدوى، كما كان الحال مع أنيلكا، أو بفائدة كما حدث مع اليورينتي وفوتشينيتش وكوالياريلا الأصغر سنا والمقاربين لعمر تيفيز. في يوفنتوس انفجر تيفيز بين الموسم الأخير لكونتي والموسم الأول لأليجري في 2014، حصد اليوفي الدوري ب102 نقطة كأعلى رقم مسجل في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، وفي الموسم الثاني وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2003 قبل أن يخسر النهائي من برشلونة. وعلى المستوى الفردي حقق أعلى معدلاته التهديفية بتسجيله 39 هدفا في 66 مباراة فقط، وبمجرد أن وصل إلى قمة مستواه جاء الرحيل المفاجئ. وبينما كان الجميع ينتظر مرحلة ما بعد نفض الغبار، جاء قرار تيفيز المفاجئ بالعودة إلى بيونس آيرس لارتداء قميص بوكا جونيورز من جديد ليستعيد إحساس البطولة المفقود. تلك الأحاسيس تتولد في لا بومبونيرا فقط بالرقم 10 والقميص الأزرق والأصفر، ومن هنا عاد تيفيز ليصبح لاعب الشعب من جديد، حيث قال: في 2015 اهتم ببايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد وأراد مني يوفنتوس البقاء، ولكن في هذا الوقت لم أكترث باهتمامات أندية أوروبا لأنني كنت قد اتخذت قراري بالفعل بالعودة إلى الأرجنتين، شعرت أنه يجب علي العودة إلى البوكا لأصبح بطلا. في 2016 انتقل إلى الدوري الصيني ليلعب مع شانغهاي غريلاند ليحصل هناك على أعلى راتب في العالم، والذي وصل إلى 41 مليون يورو، أي أقل بنحو 7 ملايين يورو فقط من مجموع راتب رونالدو وميسي في ذلك الوقت. لابد أنك أدركت الآن كيف كان الرقم خياليا. ورغم ذلك لم يستمر تيفيز هناك لأكثر من 7 أشهر قبل أن يعود مرة أخرى إلى بوكا جونيورز، ويطلق تصريحات ساخرة من الدوري الصيني الذي اعتبر الذهاب إليه مجرد نزهة وفرصة لبقاء وقت أطول مع العائلة ليس إلا، حيث قال: الأمر لم يكن من أجل المال، ولكنني شعرت بفقدان الرغبة في ممارسة كرة القدم عقب خسارة نهائي ليبرتادوريس في 2016. أردت أن أقضي بعض الوقت مع العائلة في حياة هادئة. بغض النظر عن صدق هذه الكلمات من عدمه، فنحن أمام ما يدعم منطقيتها على الأقل، وإن ذهب إلى هناك من أجل الأموال فذلك ليس عيبا كما تحاول غالبية الجماهير أن ترسخ، بل إن المنطق يقول إنك ستبحث عما يخدم مصالحك في النهاية. ولكن ما يؤكد السير كارليتوس وراء قلبه هو أنه عاد في وقت عرض عليه
فيه قبل أن يبقى لعامين إضافيين بمرتب خيالي لأي لاعب في العالم، فضلا عن ذلك الذي قارب 35 من عمره. تيفيز لم ينسى عائلته التي ظل يقدم لها الدعم والمساندة، كما كان دائم الزيارات لبيونس آيرس وسعى لمساعدة الأطفال حتى لا يعانوا كما عانى صغيرا. هذه ليست النهاية السعيدة التي نتحدث عنها، هذه تشبه لقطات السينما التي تبرز معدن البطل الأصيل في النهاية، خاصة لو كان أحمد السقا. نحن هنا على موعد مع نهاية أجمل مما نراه خلف شاشات السينما. عودة تيفيز إلى بوكا جونيورز كانت قبل عام من السوبر كلاسيكو الأهم، نهائي القرن كما سماه متابعو اللعبة، ذلك الذي جمع بين البوكا وريفر بلايت في نهائي كوبا ليبرتادوريس مطلع عام 2019. الحساسية المعروفة بين الناديين لا تسمح لأحدهما بالخسارة، ولكن مع الوضع المثالي للريفر وقتها كانت الكفة تميل لصالحه، فيما كان يبحث أنصار نادي الشعب عن معجزة تمنحهم رأسا مرفوعة في وجه الغريم مدى الحياة. انتهت المباراة بفوز ريفر بلايت بعد أجواء مشحونة جعلتها تقام في سانتياغو برنابيو، ليتوقع الجميع أن يقرر تيفيز الاعتزال كونه لم يتحمل ممارسة كرة القدم بعد خسارة نهائي البطولة ذاتها قبل 3 سنوات. ولكن كارليتوس واصل الرحلة، وبعد عام وأشهر قليلة من تلك الواقعة حضرت لقطة من أبرز ما يلهث وراءه مجاذيب اللعبة. بوكا جونيورز يلعب مباراة حسم لقب الدوري الأرجنتيني أمام خيمنازيا دي لا بلاتا. من يدرب هذا الفريق؟ هو دييغو أرماندو مارادونا. وعلى الناحية الأخرى يدخل تيفيز حاملا شارة القيادة بالرقم 10 الشهير. يذهب إليه مارادونا بابتسامة عريضة ويقبله على شفتيه، تلك التي أطلق عليها قبلة الحظ والتي انتظر منها أن تمنحه النهاية السعيدة التي ينتظرها. المباراة تبدأ بالفعل، وبينما يتبقى 12 دقيقة فقط على نهايتها، يطلق كارلوس تيفيز تصويبة بقدمه اليمنى يمنح بها هدف التقدم للبوكا وهدف النقاط الثلاث التي ستنصب لاعب الشعب بطلا لليلة أمام أنظار دييغو نفسه. لا شك أن هذه اللقطة لا تحتاج إلا إلى مارتن سكورسيزي، ثم هيا بنا إلى حفل الأوسكار القادم. القدر أبى إلا أن يحمل لكارليتوس النهاية التي أرادها قلبه بأن يصعد إلى الأسلاك الحديدية لملعب لا بومبونيرا مرة أخرى من أجل الاحتفال مع الجماهير، أن يقف لاعب الشعب ويعيد الصورة التي التقطت له منذ 17 عاما والتي كانت في 2003 حين منح لقب الدوري للبوكا واحتفل بالطريقة نفسها. ومنذ ذلك الحين تبدلت القمصان وتغيرت كرة القدم نفسها وقوانينها، إلا أن قلب كارليتوس ظل كما هو، الطرف الوحيد الذي لم يغيره وتغيره عوامل الزمن.